سعاد الحجاني أستاذة في القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وبصدد إعداد أطروحة الدكتوراه تحمل عنوان الأسس الدستورية للتنظيم اللامركزي، يعني كل ما يتعلق بالشؤون البلدية والجهوية، وحديثا مع دستور 27 جانفي 2014 مع أحداث المستوى الثالث على مستوى الأقاليم، وأيضا منخرطة في المجتمع المدني وعضوة بالمكتب التنفيذي للجمعية التونسية للدراسات والبحوث حول الديمقراطية والشؤون المحلية. إذا في حقيقة الأمر الموضوع المداخلة يتعلق بالتأطير القانوني أو التأطير الدستوري للديمقراطية التشاركية بمختلف آلياتها، بما في ذلك آلية الحوكمة المفتوحة في إطار دستور 27 جانفي 2014. في البداية أود أن أشير إلى واقعة ربما منها ننطلق. الجميع يتذكر أن ثورة 14 جانفي 2011 انطلقت وكان سببها الرئيسي هو التالي: إشكال بين عامل بسيط مع عون 30 يتبع سلطة محلية ممثلة في البلدية. تطورت الأحداث ثم تم اللجوء من طرف هذا المتضرر إلى الولاية أين قام بحرق الجثة نتاعو. إذا سلطة محلية أولى بلدية ثم التوجه إلى سلطة محلية ثانية متمثلة في الولاية، لتتطور الأحداث بشكل متسارع في أقل من شهر، أين يتم اعتصام كبير يوم 14 جانفي 2011 أي أمام وزارة الداخلية. ماذا تمثل وزارة الداخلية بالنسبة للجماعات المحلية؟ تمثل سلطة الإشراف على الجماعات المحلية. إذا في تسلسل الأحداث نشير إلى وجود سلطة محلية أولى بلدية ثم سلطة محلية ثانية ولاية إلى سلطة الإشراف على الجماعات المحلية الممثلة في وزارة الداخلية. لذلك كانت الجماعات المحلية قد سجلت حضورا رسميا ورئيسيا في دستور 27 جانفي 2014 وفي ثورة 14 جانفي 2011 التي أدت إلى تغيير النظام كليا، وهو ما أدى إلى انعكاسات كبيرة على المستوى القانوني والدستوري، تمثل في التحول من تكريس الجماعات المحلية صلب فصل يتيم صلب دستور 59 وهو الفصل 71 إلى باب كامل متعلق بالسلطة المحلية وهو الباب السابع من دستور 27 جانفي 2014. هذا الباب كما تم الإشارة إذا انتقلنا من فصل يتيم فصل 71 إلى 12 فصل صلب الباب السابع مع إضافة فصل آخر صلب باب المبادئ العامة وهو الفصل 14. إذن أصبحت لدينا 13 فصل متعلق بالسلطة المحلية. مش في العدد، عدد الفصول، الإشكال في هذه الأهمية التي تم إلاؤها إلى السلطة المحلية صلب دستور 27 جانفي 2014. وهالفصل الباب هذا كل تم تكريس لجنة كاملة وهي لجنة الجماعات العمومية والمحلية هي التي قامت بإعداد هذا الدستور. ننتقل الآن إلى محتوى هذا الباب. هذا الباب في حقيقة الأمر مثل تغييرا جذريا حيث تضمن تقريبا مختلف المبادئ المتعلقة بإرساء لمركزية حقيقية، وكما يعني كما المثال معه في فرنسا ولا في الدول التي وصلت إلى تحقيق لمركزية حقيقية. لكن انتبهوا جيدا، الحديث هنا فقط على المستوى النص القانوني دون التطبيق. النص القانوني دون تطبيق، على خاطر في باب الأحكام الانتقالية شو يقول لك بالضبط؟ يقول لك هذه الأحكام الواردة في الباب السابع لا تدخل حيز النفاذ إلا بصدور النصوص التطبيقية لها. النصوص التطبيقية ما زالت حيز الانتظار حتى وين يجتمع مجلس نواب الشعب وبعد اتخاذ القوانين كل ذات الأولوية باش يخدمنا النصوص المتعلقة بالسلطة المحلية. إذا المبادئ التي تم تكريسها صلب هذا الباب مبادئ متعددة، وحتى هناك من رجال القانون من تحدث عن تخمة، حقيقة عن تخمة في هذه المبادئ المتعلقة باللامركزية. منها مبدأ الانتخاب، ربما يثير نوع من الاستغراب، الانتخاب موجود منذ العهد السابق، ولكن الفرق أن الانتخاب في العهد السابق كان انتخاب ذو قيمة تشريعية. ما معناها ذو قيمة تشريعية؟ يعني مكرس في مجلة الانتخابات فقط، لا وجود لتكريس دستوري له. والفرق، فما فرق نعرفه بين التكريس الدستوري والتكريس على مستوى النص التشريعي. إلو فوا حاجة يعني حاز
القيمة بتاعها داخل النص الدستوري بطبيعة الحال تصبح غير قابلة للتعديل إلا باتباع إجراءات معقدة وإجراءات مطولة مختلفة عن إجراءات تعديل النصوص القانونية. ومجال الانتخاب هناك مبدأ التدبير الحر سي برانسيب دو لا ليبر ادمينستراسيون. المبدأ هذا يعطي استقلالية للسلطة المحلية ممثلة في البلدية ولا ممثلة في الولاية ولا الأقاليم على المستوى الثالث في إدارة شؤونها بصفة مستقلة. هنا باش نفتحوا قوس شوية، الجميع يعلم أن المداولات نتاع المجلس البلدي السابقة كانت لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد أن تمر على مصادقة سلطة الإشراف. إيش معناها؟ معناها بلدية عندها خصوصية الشأن المحلي بتاعها، ويعني السلطة المحلية منتخبة أون برانسيب عندها استقلالية القرار بتاعها، هكا ولا؟ فما يعني ما الفائدة أنه باش تتم لا تدخل يعني المداولة هذه اللي هي في شكل قرار حيز النفاذ إلا ما تمر على مصادقة سلطة الإشراف. أيضا الوضع في السابق كان يشكو من تبعية مالية. إيش معناها تبعية مالية؟ يعني أنه البلديات كانت تتحصل على دعم مالي كيما الولايات بالضبط، على دعم مالي من طرف سلطة الإشراف. فما مبدا هنا في القانون يقول كي باي كوموند. ايش معناها؟ يعني اللي يدفع هو اللي باش يقود. بيبسي سلطة الإشراف ما دام هي تدعم فيك ماليا، بطبيعة الحال أنت باش تاخذ عنها على مستوى القرارات وباش تقوم بتنفيذ كل القرارات يعني الموجهة من طرف سلطة الإشراف. الوضع تغير نسبيا أقول نسبيا في المجال المالي. علاش؟ على خاطر توا يحكينا صحيح يعني على استقلاليه ماليه ونجم نستخلصوها حتى ديريكتومون من مبدا التدبير الحر، لكن نسبيا في اللي فما بلديات فقيره وعندها مهمه التنميه، يعني عندها شارج كبير وهي فقيره، دونك يلزمها اللي توبليجي باش تواصل تاخذ مبالغ ماليه من طرف سلطه الاجراء. هذا فيما يتعلق بالاستقلاليه الماليه، دونك استقلاليه شبه مطلقه اداريا واستقلاليه نسبيه على المستوى المالي. لنصل إلى المبدأ الرئيسي وهو إرساء آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. لهنا كان تسمح لي سيد رئيس النيابة الخصوصية باش نفتحوا قوس شوية باش ناخذ شوية وقت. دونك باش نفسروا إيش معناها ديمقراطية تشاركية، يلزمنا نعرفوا ثلاثة حاجات. فما ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، وفما ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية لا ديموكراسي ريبريزونتاتيف، وما بينهما لا فاز التمثيليات الديمقراطية شبه المباشرة أو الديمقراطية التشاركية سو كونابيل لا ديموكراسي بارتيسيباتيف كيما باش تفضل سي بوراوي من بعد باش يحكي لنا عليها، باش يحكي لنا على الآليات نتاعها بريتو. دونك ما المقصود بالديمقراطية المباشرة؟ الديمقراطية المباشرة يعني أنه كل المواطنين كل أفراد الشعب الناس الكل يتخيلوا في إطار رقعة جغرافية كبيرة. طبعا احنا تونس تسمى دولة صغيرة ماهيش كبيرة، 11 مليون تونسي بارابور باللي معناها الدول العالم الأخرى تسمى صغيرة. لو كان باش تطبقوا فيها الديمقراطية المباشرة يعني الناس الكل باش تجتمع في مكان معين وباش تاخذ القرار مع بعضها. سيفري اللي هي من أعلى الديمقراطيات ومن أكثر الديمقراطيات ديمقراطية. علاش؟ على خاطر حقيقة تكرس المبدأ القائم بأن السيادة تعود للشعب، يعني الشعب هو مش يقود روحه بروحه، هو مش يتخذ القرار على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي. لكن وبالرغم من أنها أكثر الديمقراطيات ديمقراطية إلا أنها أصبحت الآن صعبة التطبيق إن لم نقل مستحيلة التطبيق. علاش مستحيلة التطبيق؟ كما قلت لكم بوبوليزم، على خاطر اتساع الرقعة الجغرافية وعلى خاطر ارتفاع عدد المواطنين، دونك باش تحولوا من إطار ديمقراطي إلى إطار فوري، واضح ولا؟ هاكا علاش دونك في استحالة التطبيق هذايا مشينا في إطار تكريس الديمقراطية التمثيلية. ما المقصود بالديمقراطية التمثيلية؟ إيش معناها الديمقراطية التمثيلية؟ معناتها إنه الشعب ما يقودش روحه بروحه وإنما يقوم بانتخابات من خلال هذه الانتخابات يقوم باختيار من يمثله اللي باش يكون البور بارول عليه. إيش معناها؟ يعني هو اللي باش يقرر في بلاصته وهو اللي باش يتخذ القرارات لفائدته ولحسابه تقريبا اللي كانت مطبقة على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. لكن ايضا الديمقراطيه التمثيليه تعيش ازمه حاليه، الازمه تمثلت كما ذكر السيد دونك في انه المواطنين يمشي يتخذ ويحبس دوره غادي. عندك السياده للشعب ولا؟ الا انه مش يولي حقه في ممارسه السياده نتاعه في المواطنه نتاعه يعني يقف عند يوم الانتخاب فقط، يعني تمشي تنتخب وتعطيه سات على بياض
طولة المدة النيابية بتاعه يعمل اللي يحب عليه، ما تعاودش ترجع له باش تراقبه ولا تقعد إلا في موعد الانتخاب الجاي وكيفاش العقوبة باش تكون أنك ما عادش تصوت له. دونك الانتخاب الديمقراطية التمثيلية أصبحت كما أشرنا تعيش أزمة كبيرة. في هذا السياق تم اللجوء على المستوى الدول الغربية وتونس حديثا في إطار دستور 27 جانفي 2014 إلى ما يسمى بالديمقراطية شبه المباشرة. كما سبق وذكرت هي تمثل لفازة الترميديال ما بين الاثنين. إيش معناها؟ هي لا تلغي الديمقراطية التمثيلية، مش خاطر الديمقراطية التمثيلية تعيش أزمة دونك جات التشاركية أو شبه المباشرة مش تلغيها، هي لا تلغيها، وإنما تقوم مقام المكمل والمتمم للديمقراطية التمثيلية. دونك باش تولي الوضعية كالتالي، تمشي أن طونك مواطن، نحكيو على المستوى المحلي، تقوم بالمشاركة في الانتخابات البلدية، تختار المستشارين البلديين بتاعهم، وما يقفش دورك خالي كما في إطار الديمقراطية التمثيلية، وإنما باش تولي عندك مدروا دستور، يعني حق التتبع، كيفاش؟ ولي عندك الحق في إنك تقدم اقتراحات للبلدية، الحق في إنك تحضر جلسات عمومية تقوم بها البلدية، الحق في إنك تحضر الجلسات التمهيدية لجلسات المجلس البلدي. البلدية يلزمها توفر لك المعلومة. كيفاش توفر لك المعلومة؟ في هذا الإطار نشير إلى ما يسمى بالحومة المفتوحة. الحومة المفتوحة هي وسيلة أو آلية تمهيدية، يعني تمهد لإرسال مشاركة ناجحة للمواطن. أنت توا كرست له الديمقراطية التشاركية، وعلى فكرة راهو الديمقراطية التشاركية في دستور 27 جانفي 2014 فقط لما خص السلطة المحلية بها، يعني على المستوى الوطني ما عندناش ديمقراطية تشاركية، فقط ميزنا بها المستوى المحلي، هذا اللي عكس لنا الفالور وقيمة الجانب المحلي في إطار دستور 27 جانفي 2014. باش تولي الوضعية كالتالي، يعني تقوم بالانتخابات البلدية وكما سبق وأشرت ما تحبسش غادي وإنما تشارك، تقدم اقتراحات، تحضر في الجلسات، تحاول تضغط على البلدية دونك باش تاخذ لك القرار بتاعك، أيضا تشارك في الميزانية. وتوا أصبحنا نحكي بسيدي راوي على الميزانية التشاركية البيتجو بارتيسيباتي، وهي تقريبا من أهم الآليات، خاطر نعرفوا برشا بلديات سورتو البلديات الريفية، وإلي منطقة يعني شبه ريفية بلدية منزل حياة عندنا ضعف كبير برشا على مستوى الموارد المالية عفوا، ونعرف اللي المواطن لو كان يتم تحسيسه وإشعاره إنه انتجري في البروسيسوس بتاع لا ديسيزيون، وإنه تشاركه مثلا مش نعمل نافورة في وسط الشارع وإلا باش نقوم بحملة نظافة، يعني نشاركوا كيفاش نجموا ناخذوا قرار مع بعضنا الناس الكل، يعني مع بعض توا هكاك يولي يتشجع ويولي يعرف فريمون العجز بتاع البلدية، ويولي يتشجع على دفع الأداءات البلدية اللي هي المشكلة بتاع البلديات، دونك مشكلة في استخلاص البلديات. دستور 27 جانفي 2014 فيما يتعلق بالحومة المفتوحة، دونك ذكر في الفصل 139 التالي: تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، وهذه مش شكون فيها خاطر مش شكون موضوع المداخلة بتاع زميلي فيما بعد، ولكن أشار إلى مبادئ الحومة المفتوحة، يعني وكأنه ميز ما بين الآليات الأخرى، الاستفتاء العمومي والاستقصاء العمومي ولجان الأحياء اللي حكى عليها السيد قبلي، دونك كل الآليات ميزتها مبادئ الحومة المفتوحة، يعني بتنصيص خاص على مبادئ الحومة المفتوحة، وهذايا في حقيقة الأمر خاطر علما منه ووعيا منه قيمة التطور التكنولوجي وبأهمية الآليات هذه عند المواطنين، خاطر توا فما دراسة في ألمانيا في 2013 أثبتت أنه المواطنين أون جينيرال على المستوى الوطني والمستوى المحلي ما يقرألكش التعاليق اللي تقوم بها البلدية ولا القرارات اللي يهبطوا في الرائد الرسمي، ولا حتى مثلا في فرنسا عندهم صحافة محلية، يعني جريدة رسمية محلية، نحن في تونس كرسناها صوب الفصل 134 ولا يحكينا على جريدة رسمية محلية، في الولايات المتحدة الأمريكية نحكيو على تلفاز محلي، إيش معناها تلفاز محلي؟ يعني نعديو فيه المداولات بتاع المجلس البلدي، المداولات بتاع المجلس الجهوي، الناس الكل تشوف
يعني المداولة بتاع المجلس البلدي ولا المجلس الجهوي بتاعها بالتلفزة. في فرنسا أيضا تقريبا في مدينة مارسيليا على ما أظن دونك فما برنامج يتعدى كل نهار ثلاثة يستدعوا فيه دونك المسؤولين الجهويين والمسؤولين البلديين يتحاوروا فيه يتناقشوا فيه يستدعوا فيه أيضا المواطنين دونك يتقبلوا المقترحات بتاعهم شنو ينتظروا دونك من المجلس البلدي ومن قرارات المجلس البلدي. دونك فصل 39 كما سبق وأشرت حكى على آليات الديمقراطية التشاركية الكل اون بلوك ما خصصهاش وخلى المهمة للقانون بعد مش خصصها لكنه أعطاه قيمة مميزة لمبادئ الحوكمة المفتوحة كما أشرت نظرا لأهمية هذه المبادئ المتداولة وشعبية الآليات هذه كنقولوا حوكمة مفتوحة يعني فما مواقع فما بوابة على بوابة يعني البيانات المفتوحة ولهنا أنا سبق وخدمت قبل في إطار مداخلة علمية كانت حول موضوع منظمات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية المحلية وتعاملت مع بلدية صيادة على خاطر كانت وقتها في 2012 أو 2013 كانت البلدية الوحيدة اللي تحصلت على الجائزة الأولى يعني جائزة الحوكمة المفتوحة على خاطر هي كانت أول بلدية في ولاية المستير وعلى ما أظن في تونس كاملة دونك اللي قامت ببوابة إلكترونية خلالها دونك المعلومات بتاعها والميزانية التشاركية القرارات بتاع المجلس البلدي محاضر الجلسات دونك باش تعلم المواطنين بكل ما دونك يدور في إطار السلطة المحلية. هذا إذا ما يتعلق بالتكريس الدستوري والتنصيص القانوني لمبادئ الديمقراطية التشاركية وشكرا وأحيل الكلمة إلى زميلي.